في يوم من الأيام يجب أن نحاول أن نكون خوش أوادم حقيقة. يعني إلى متى؟ بلغنا العشرين وبلغنا الثلاثين وبلغنا الأربعين، بالنتيجة في يوم من الأيام يجب أن نكون خوش أوادم. في يوم من الأيام يجب أن نفر إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا إيش قد بقى من عمرنا؟ كم نقدر لنا من العمر؟ أنا في يوم من الأيام كنت أفكر إذا أعيش حياة طبيعية ولا يحدث هنالك عارض أعيش بعد 30 عام وأنتهي. كنت أفكر حقيقة 30 عام تسوى أو ما تسوى؟ واحد يبيع آخرته 30 عام، 40 عام مضت و30 عام أيضا تمضي. شهر رمضان وقت مناسب وجيد لهذا التغيير الداخلي، الارتفاع عن الأنانيات، الارتفاع عن الفرديات، الارتفاع عن النزاعات الشخصية في واقعها. كثير من النزاعات الموجودة نزاعات شخصية. ربما واحد بعد 30 عام 40 عام يرى أن كل حركته والعياذ بالله ما كانت لله.